السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران. إذا جاء رمضان جاءت الرحمات، إذا جاء رمضان جاءت الهبات، إذا جاء رمضان كثرت الصدقات، إذا جاء رمضان كثرت الصلات، كثر البر، كثر الإحسان، كثر التقرب إلى الله عز وجل. إذا جاء رمضان، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران، إذا جاء رمضان عاد الناس إلى الله رب رمضان، إذا جاء رمضان جدد الناس إيمانهم، إذا جاء رمضان غفر الله للناس جميعا ذنوبهم. وهؤلاء الناس هم الذين يقصدون وجه الله عز وجل، هم أهل الإيمان، هم أهل التوبة، هم أهل الرجوع إلى الله عز وجل. ذلك إذا جاء رمضان. مهم جدا نعرف إنه إذا جاء رمضان إيه اللي يحصل. الناس قديما كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان بستة أشهر. قبل ما يبدأ رمضان بستة أشهر كان الناس يستعدون لرمضان، مستعدين لرمضان. لماذا؟ لما في رمضان من الخير، لما في رمضان من البر، لما في رمضان من الثواب، لما في رمضان من الرحمات. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلك النفحات لا يشقى بعدها أبدا. إن لربكم في أيام داركم لنفحات. فإذا جاء رمضان جاءت النفحات، كل لحظة في رمضان فيها نفحة من النفحات. لكن من يستفيد من هذا الخير؟ مين بقى؟ لو تأملت آية الصيام اللي ربنا بيقول فيها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يا ايها الذين اسلموا، وما قالش يا ايها المسلمين، ولا يا ايها الموحدين، انما قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا. فكأن النداء خاص الى المؤمنين، بيقول لهم ايه؟ كتب عليكم الصيام، يعني معناها ايه؟ ان هذا الصيام كتب عليكم أيها المؤمنون، ومفاد هذا أنه لن يستفيد من الصيام إلا كل مؤمن. طب واللي ما وصلش لدرجات الإيمان لن يستفيد من الصيام؟ لأن الإيمان صفات. الإيمان خشوع في الصلاة، الإيمان حفظ للسان، الإيمان حفظ للبصر، الإيمان حفظ الفرج، الإيمان كثرة الذكر. الإيمان صفات، الإيمان حسن الخلق. لكن لو أنت ما وصلتش للإيمان وبقيت أنت لسه عمال تدور عشان توصل للإيمان، هتلاقي نفسك عندك سباب، سباب المسلم فسوق، إنك بتسب حد أو بتشتمه أو بتلعنه. هتلاقي برضو نفس المجال ونفس الكلام، إنك أنت عندك غيبة، عندك نميمة، عندك كلام كتير جدا، أخطاء كتيرة جدا. فالأخطاء الكتيرة دي لما تيجي رمضان، لما يجي رمضان ينفع انك انت تستقبل رمضان بهذه الأخطاء؟ ينفع تستقبل رمضان وانت بتسب وانت بتشتم وانت بتلعن؟ ينفع تستقبل رمضان وانت بتعمل كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. فينفع يدخل علينا رمضان وإحنا عندنا السباب وعندنا اللعن وعندنا الشتم وعندنا الكلام ده كله، ينفع نعمل كده؟ ما ينفعش. يبقى إذا جاء رمضان إيه اللي يحصل؟ مطلوب مني ده أنا أكون مهيئ لرمضان. إذا جاء رمضان حفظت لساني، إذا جاء رمضان حفظت قلبي من الهوى أو اتباع الهوى، إذا جاء رمضان حفظت على نفسي من اتباع الهوى، إذا جاء رمضان كان عندي بر، إذا جاء رمضان كان عندي صلة، إذا جاء رمضان عاودت إن كانت هناك قطيعة رجعت إلى الصلة وأنهيت هذه القطيعة.
إذا جاء رمضان كان عندي تقصير في الصلاة صليت، إذا جاء رمضان كان عندي تقصير في أداء الزكاة زكيت، إذا جاء رمضان لما يبقى يجي رمضان. فخلينا بقى نبدأ نحط مع بعض خطة عشان لما يجي رمضان نستفيد من رمضان، عشان لما يجي الصيام يبقى الصيام ليس بثقيل علينا، عشان لما يجي رمضان يبقى فرحانين لرمضان بجد، عشان لما يجي رمضان يبقى احنا مهيئين لاستقبال شهر رمضان، عشان لما يجي رمضان تشملنا الرحمات التي ينزلها الله عز وجل من السماوات في أول ليلة من رمضان، عشان إذا جاء رمضان تشملنا المغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل هذه القبلة في أول ليلة من رمضان. يبقى الناس اللي ما بيصلوش أو مش محافظين على الصلاة وجات أول ليلة في رمضان هم ليسوا من أصحاب القبلة، مش متعودين يقفوا اتجاه القبلة على طول، يبقى المغفرة مش هتشملهم. فاحنا عايزين نرجع نحافظ على الصلاة، نرجع نحافظ على بر الوالدين، نرجع نحافظ على صلة الرحم، نرجع نحافظ على حسن الخلق، نرجع نحافظ على حفظ اللسان، نرجع نحافظ على حفظ الأيدي والأرجل من إيقاع الإيذاء على المسلمين في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نرجع بقى نلحق الكلام ده، لأن كل الحاجات دي الإيمان في الصلاة وسباب المسلمين والفسوق والفجور كل ذلك معصية لله تعالى. فمن المعاصي دي كلها بقى لما الإنسان بيقع فيها بتعمل إيه؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه، إن المعصية لها آثار. موضوع حلقتنا النهاردة آثار المعصية، بس خلي بالك إن المعصية دي لها آثار على الفرد، لها آثار على الجماعة، لها آثار على المجتمع. المعصية لها آثار على الفرد، لها آثار على الجماعة، لها آثار على المجتمع. فدي مهمة قوي إنك تاخد بالك منها وتركز فيها. خلينا نشوف المعصية بتعمل إيه في الفرد، أنت لوحدك أنت المعصية تعمل فيك إيه. أول حاجة وأخطر حاجة بتعملها المعصية أنها تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. أخطر حاجة إنك أنت ما تبقاش عندك تعظيم للأوامر، إنك ما تعظمش أوامر الله عز وجل. إيه اللي يخليك ما تعظمش الأوامر؟ فعلك للمعصية. يبقى أنت لما تعصي ربنا في معصية، واحد زنى مرة أو سرق مرة أو ترك العنان لنظره مرة أو كذب مرة، مرة واحدة، أو سب أحدا مرة أو شتم أحدا مرة أو عق والديه مرة أو قطع أرحامه مرة، مرة واحدة دي معصية. قصر في الصلاة مرة، ترك الصلاة مرة، مرة واحدة، فرض واحد، دي معصية. المعصية دي تعمل ايه؟ تنكت نكتة سوداء في قلبك. النكتة السوداء دي اللي جات في القلب تعمل ايه؟ تبدأ تخلي توجهات القلب نحو الهوى وترك الطاعة. فتخلي عندك ايه؟ لو انت قاعد مثلا بتسمع ماتش كورة ولا حاجة، مباراة والمغرب يد، تعمل ايه؟ يا ترى تسمع الماتش ولا تروح تصلي؟ طب هتروح تصلي، امتى هتروح تصلي؟ فور الاذان ولا فور الاقامة ولا بعد الصلاة؟ اهي دي بقى درجات. شوف في اتنين، واحد قعد يسمع الماتش وقال حصلي بعد ما المباراة تخلص او بعد ما المسلسل يخلص او بعد ما الفيلم يخلص او حتى بعد درس العلم ما يخلص. خلي بالك، خلي بالك عشان في اولويات لازم تاخد بالك منها. او بعد ما العشاء يخلص او بعد ما العزومة تخلص او بعد ما الناس تمشي او بعد ما خلص الجيم اللي انا بلعبه، اي حاجة بعد لما. والتاني راح يصلي.
في واحد راح يصلي، اللي راح يصلي ده إما أنه راح يصلي في أول الأذان أو في أول الإقامة أو عند نهاية الصلاة، إيه الفرق؟ هنا بقى درجات التعظيم للأمر. حينما ينادي المنادي الله أكبر معناه إيه؟ يعني الله أكبر مما تشاهد، الله أكبر مما أنت فيه، الله أكبر من أبنائك وزوجتك، الله أكبر من عملك، الله أكبر من رئيسك، الله أكبر من كل من حولك. يعني إيه؟ يعني سيب كل ده وروح الصلاة. اسمه تعظيم الأوامر. في القرآن ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها منين؟ من تقوى القلوب. فالمعصية تقوم عاملة فيك كده، تخليك ما تعظمش الأمر، تسمع الأمر وتطنش، تسمع الأمر من ربنا وتنسى. ربنا نهاك عن فعل حاجة تلاقي نفسك بتعملها حتى اعتدت فعل هذا الأمر. خلي بالك، خلي بالك بقى من القصة دي كلها. يبقى هنا تعظيم أوامر الله في القلب الذي يضيعه من قلب العبد المعصية، يبقى ده أخطر أثر على المعصية، أخطر أثر للمعصية في قلب الإنسان. لأن لو القلب تحول، لو القلب تحول تحول بسيط عن تعظيم الأوامر، يبقى كده أنت على خطر. يبقى المعصية تزيل تعظيم أوامر الله من القلب. تعمل إيه تاني؟ تعمل حاجة كمان، لما تكرر المعصية مرة واثنين تذهب عنك حياء القلب، خلي ما عندكش حياء. وده بقى ما أكثره، ما أكثره. كان الناس قديما عندهم الحياء، ولذلك انت لما يجي رمضان كان الناس ما تقدرش تشرب سجاير في نهار رمضان في الشارع، كانت الناس ما تفطرش في الشارع، كانت المطاعم لا يمكن مطعم يفتح، مستحيل. النهاردة اختلفت الموازين واختلت، عادي الناس عادي ممكن تاكل في الشارع، ممكن تاكل في الطريق، ممكن تشرب مية، ممكن تعمل أي حاجة، الموضوع بقى عادي. ليه؟ لأن الحياء راح. إيه اللي ضيع الحياء؟ إيه اللي ضيعه؟ كثرة المعاصي، كثرة المعاصي على القلب، أصبح الناس ما عندهم حياء. لو كان في حياء ما كنتش تشوف المناظر اللي انت بتشوفها في الجامعات ما بين الشباب والفتيات، ما كنتش تشوف المناظر دي ولا الشكليات دي. لو هذا الحياء موجود في حياتنا ما كانش حد عقوى لديه، لو كان الحياء موجود ما كانش حد قطع أرحامه، لو كان الحياء موجود ما كانش حد يرفع عينه في اللي أعلى منه، لو كان الحياء موجود ما كنتش لقيت واحد شاب صغير بيشتم واحد أكبر منه أو بيسيء إليه أو بيسبه أو بيلعنه، لو كان الحياء موجود. وفي الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إذا ما عندكش حياء اعمل اللي أنت عاوزه بقى. فالنهاردة المعصية أزالت هذا الحياء من القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني كأن الرجل بيقول لأخوه إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه الكسوف اللي أنت مكسوف فيه ده؟ بلاش تكسف كده وبلاش يبقى عندك حياء كده، وخليك يعني عينك غليظة كده عشان تعرف تاخد حقك وتعرف تتوصل كذا، أنت كده مش هتقدر تاخد حاجة ومش هتقدر تحصل على كذا. كلام مش مظبوط. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أخاه في الحياء يقول له لا لا سيبك من الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. سيبه عشان الحياء من الإيمان. شوف المعصية بتودينا لغاية فين. وفي حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. خلي بالك، خلي بالك من القصة دي، مهمة قوي تاخد بالك منها، أن الحياء خير كله. نعم النهاردة ما عادش بقى في حياء خالص، والناس ما عندهاش خجل من حاجة، والناس بقت عندها جرأة على أي حد وعلى أي شخص وعلى أي فرد، والناس تنطلق بلا حياء، لا يستحيون من الله ولا يستحيون من أحد، موضوع التسع خالص. حتى قديما العصاة الذين كانوا يعصون الله عز وجل كانوا يستخفون من الناس في المعصية، يعني كان حتى لما الواحد يجي يعمل معصية كان يختفي من الناس، فكأنه عامل حساب للناس
أهو عامل حساب للناس لسه عنده جزئية من الحياة، لأن الناس لها اعتبار، مش ملهاش اعتبار. لحد يفكر يعني الناس ملهاش اعتبار، لا لها اعتبار. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام. يعني شوف أو اعتباره للناس، خلي بالكم إن القوم بتوعك حديث عهد بإسلام، لسه مش فاهمين شوية في الدين، يعني مش عارفين، مش واخدين بالهم من الموضوع. شوف الكلام، يعني معناه أن هناك اعتبار للناس. فحتى اعتبارك للناس أو تواريك عن الناس في أثناء المعصية كأنه ضرب من ضروب الحياء. يعني كفاية عليك أن أنت ما عندكش حياء من الله، لأن الله مطلع عليك. لكن أنا عايز أوصل لك أن احنا بقينا في مرحلة بقى فجور، ده اللي مكان يختفي من الناس ويختشي من الناس ولا يختشي من الله. ده كان فسوق، ده كان فسوق، كان بيعمل معصية بس هو عارف انه اذا رجع الى الله سبحانه وتعالى فيما بينه وبين الله عفى الله عنه، لكنه ما كانش يجاهر بالمعصية، ما كانش يجاهر كده يعمل معصية عيانا جهارا بين الناس، لا ما يعملهاش. يبقاش الموضوع كده واضح بوضوح تام، زي لما تشوف كثير من بعض المشاهد التي يراها الناس على التلفاز في الكليبات وما إلى خلافه. أنا ما أدري كيف استطاعت هذه العارية أن تقف يصورها خلق كثير من الناس بهذا العري الكامل، أقصد به العري الكامل. شيء عجيب. يبقى كأني أصبح هناك الحياء قد نزع من قلب الإنسان. فالحياء لما ينزع من قلبك تعرف أن أنت على خاطر، وأن سببه المعصية. فكلما دخلت المعصية إلى قلب الإنسان، كلما تأثر الإنسان بالمعصية، كلما تأثر قلب الإنسان بالمعصية، كلما نزع الحياء من قلب الإنسان فأصبح يرتكب الفاحشة وهو يعتقد أنه على صواب وأنه لا مشكلة، ما عندوش مشكلة. كمان المعصية بتعمل حاجة غريبة قوي تاني، بتنكس القلب وتزيغه، بتنكسه يعني بتقلبه. انت عارف لما الواحد يبقى شايف الصح غلط والغلط صح، ده اسمه تنكيس، ده اسمه تنكيس. كل الناس تقول له أن هذا خطأ وهو مصر على رأيه وقوله أن هذا حق وهو باطل. إيه اللي يخلي أهل الباطل يصرون على باطلهم؟ المعصية. المعصية ما يتخلوش يشوف، تخلي قلبه أعمى لا يرى، قلبه جاهل لا يفقه. اقعد قول له 100 سنة ما فهمش حاجة، كأن أنت جايب واحد صيني بيتكلم صيني وانت بتتكلم عربي، وانت قاعد تحكي للاخ الصيني ده تكلمه باللغه العربيه، هيفهمك؟ مش هيفهمك. طب لو الاخ اللي بيتكلم صيني ده قاعد يكلمك وانت ما بتفهمش حاجه في اللغه بتاعته، هتفهمه؟ مش هتفهمه، جهل. فكذلك القلب اذا عمي بالمعصيه يترتب على هذا ان هذا القلب لا يفقه فينكس فيرى الباطل حقا والحق باطلا. في القران ربنا يقول: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أو ده واحد فاهم إيه لما تقول له بس ادعي ربنا، لما يكون في ورطة ولا في حاجة ادعي ربنا بس واسأل ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يحل لك المشكلة. يقول لك أيوة ماشي ماشي أنا عارف، بس كلمني فلان وكلمني فلان وكلمني فلان. يا عمي طيب، بس لو رجع قال له إيه؟ طب خلي بالك ده فلان اتصل وقال إن شاء الله الموضوع عندي وأنا أحله، يقوم مطمن. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبقى ده تنكيس ولا مش تنكيس؟ تنكيس. اللي زي دول بقى لما يكتروا من القصص دي، يوم ربنا يقول ختم الله على قلوبهم، يوم ربنا يقول وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. مش يفهموا خلاص، ما هو مش عايز يقبل، لا يريد أن يقبل. يوم ربنا يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خلاص ده مش عاوز. فالمعصية بتعمل إيه؟ المعصية أول حاجة بتعمل إيه؟ بتزيل، تذهب تعظيم أوامر الله من قلبك، ما تخليش عندك تعظيم لأمر الله عز وجل. المعصية بتعمل إيه؟ بتذهب الحياء من قلبك، تخليك ما عندكش حياء. المعصية بتعمل إيه؟ بتنكس القلب وتزيغه وتبدله وتحوله، فيصبح القلب لا يطمئن إلا بالخطأ، لا يطمئن إلا بالباطل، وأصبح القلب يرى الحق
باطلا ويرى الباطل حقا، شايف الصح غلط والغلط صح، كل ذلك من آثار المعصية. انت جرب على نفسك لما الواحد يبقى عايش في كم من المعاصي وبعدين يرجع ربنا يتوب عليه ويلتزم بحق وبعدين يعني يبقى كويس وقريب من ربنا، فلما يجي يستذكر أيام اللي فاتت يحس ان هو ازاي كان فاهم ان الكلام ده حق. ولذلك انت لما تجيب مثلا واحدة مثلا رقاصة ولا حاجة، العمل ده مستقذر ومحرم شرعا، يعني مستقذر خلقا، يعني ما ينفعش حد أخلاقه تسمح له بهذا، ما ينفعش واحدة أخلاقها تسمح لها بهذا، فهو مستقذر خلقا وهو محرم شرعا. طب لما هو في الحاجتين دول يعني خلقا وشرعا، يعني ممكن يجي واحد يقول لك اصل دي مش مثلا ما لهاش دعوه بالاسلام، مش مسلمه. طب ماشي مش مسلمه يعني كافره؟ طب ماشي، ما هو ده مستقذر خلقا، يعني حتى لو هي كافره فده مستقذر خلقا، يعني الاخلاق لا تسمح لها بذلك بغض النظر عن كنا بقى مسلمه ولا مش مسلمه. لما تيجي تقعد تتكلم مع الناس دي وتناقشها يحسسوك ان دي وظيفه عمل، وان هم عمل وشرف وعرق وكذا وكلام غريب، وان المال ده تحصلوا عليه من جهد ومن تعب، وان يعني صعب ان الموضوع ده يبقى كده، واني وكلام زي كده. ايه ده؟ الواحد لما يقعد يسمع الكلام ده يقول يعني كيف فكر هؤلاء؟ هو يدافع زي الذي يعمل في الفن، يدافع عن الفن على انه شيء يعني راقي وشيء كذا ولا بد ولا ايه ده؟ في ده من ايه؟ من كثرة فعله للمعصية، ترتب على كثرة فعله للمعصية أن قلبه قد نكس فأصبح لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، فاعتقد فيما هو فيه واستمر عليه، وهنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهنا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهنا ختم الله على قلوبهم، وهنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هي دي المعصية، هي المعصية بتعمل فينا الكلام ده وبتوصل لنا الحاجات دي. فلما يكون احنا قاعدين في المعصية بقى طول الفترة وجي رمضان، ايه اللي يحصل؟ هل احنا هنعرف نمتنع؟ هل احنا هنعرف نتوب؟ هل احنا هنعرف نتخلص من هذا؟ هو ده اللي انا عايز اوصل له. فاحنا دلوقتي مطلوب مننا ان احنا في الايام دي ان احنا بسرعة اول حاجة نقلع عن المعصية، نترك المعصية. كل واحد عنده معصية يترك الآن دلوقتي. قول أنا مثلا، كل واحد يقول نفسه، واحد مثلا بيكذب يقول أنا دلوقتي بكذب، حقيقة أنا بكذب في وسط الكلام بكلم ده بكذب عليه وأكذب على ده، طيب أنا من الآن سأترك الكذب خلاص، استعدادا بقى لرمضان أهو أنا مش هكذب تاني خلاص. فكل ما تتحط في موطن وتلاقي نفسك هتكذب فيه امسك لسانك قول بس حاسب، طب كذبت ارجع قول له معلش استغفر الله ده ما كانش قصدي انا قلت غلط. والرجوع عن قول الباطل الى الحق هذه فضيله، انك ترجع فضيله، لكن تفضل زي ما انت مصر لا، حتى لو كذبت قول معايا يا جماعه سامحوني والله انا كذبت كان قصدي كذا كذا خلاص واقفل الموضوع هذا كذب، لكن حط في قراره نفسك دي انت لا تغض بصرك خلاص، خد في قراره نفسك انك في الفتره دي لن ترفع عينك ابدا على احد. انت ظالم لعمالك او موظفيك، قول خلاص انا هعدل الاسابيع اللي جايه دي لازم اعدل كل واحد ياخد حقه. انت قاطع لرحمك، قول انا هوصل رحمي ودلوقتي وحالا وفورا ولن اقطع، حتى لو شتموني لو ضربوني لو عملوا لو حتى رافعين عليا مليون قضيه انا هرفع السماعه وهصالحهم، واللي يحصل يحصل. هيقولوا بس عشان ضعيف ضعيف ضعيف، هيقولوا عشان خاطر يعني هو خلاص شايف نفسه موقوف، لا لا، ما دام اهلك لا كلمهم، اخوك اختك كلمها، اوعى تتوقف اوعى تتغير، خد قرارك وبسرعه ولا تتردد ما دام فيها صله رحم، ما دام فيها بر والديك. انت قاطع لامك تعق امك ارجع بوس على ايديها ورجليها فورا، مزعل ابوك ارجع صالحه فورا على طول، خد قرار انهي. ليه؟ لاني لابد ان تستقبل رمضان وقد طهر قلبك. إن لم يطهر قلبك من كل المعاصي فعلى الأقل قد تبت من بعض المعاصي. لأن الإمام النووي يقول أن التوبة واجبة من كل الذنوب، وبعدين يقول فإن تاب من بعضها
صحت توبته عند أهل الحق بذلك. يعني رأيه كده، لو واحد بيعمل 5-6 معاصي، بيكذب، بيشرب خمر، بيسرق، بيزني، يعقل والديه، عامل كل الكلام ده كله، فهو حب يعمل حاجة يبدأ يتوب من واحدة منه، ترك الصلاة مثلا، فقال طب خلاص أنا هرجع أصلي، هرجع أصلي وأنا بشرب الخمر وأنا بس صلي، ابدأ الصلاة. بدأت الصلاة، أول حاجة لو واحد في كل الصفات اللي ذكرتها، أول حاجة يجب تركها أولا الخمر، لأنها رأس كل خطيئة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فتقص الرأس دي كل حاجة تروح. تمام، يبقى أنا لازم أقف وقفة، لازم أدور على نفسي وأفكر كده، أنا بعمل معاصي في مع نفسي، 1-2-3-4، طب أروح جايب واحدة منهم وأروح مانعها وأروح مستوقف عن هذه المعصية، توقف عنها، أتوقف عن ارتكاب هذه المعصية توقف تام، أنا بقبل الرشوة أقف، ما أخدش خلاص الصبح أروح الشغل ما فيش رشوة، أنا راجل بسهل إجراءات الموظفين، فكل موظف جاي يحط الملف وفي 20 وفي 50 وفي 100، لا خلاص من هنا وراح ما فيش، وكمان هعمل العمل لله، وكمان اللي ما كنتش باخد منهم ومكفرهم ومطلع عينيهم ورجعهم من آخر الصف، لا ده أنا هساعدهم وهخلصتهم بسرعة بسرعة، اعمل دي عشان ربنا يبارك لك بسرعة، الحق الحكاية دي، الحق الحكاية دي، الله يبارك في عمرك، الحق اعمل دي. اخواننا اللي هم واقفين في الشبابيك خدمة المواطنين وخدمة الجمهور في كل الأماكن، يرجى تسهيل الخدمات، كنت بتاخد فلوس في مقابل تسهيل الخدمة، لا ما تاخدش، لأنها رشوة، لأنها حرام. النبي قال كده في الحديث، قال فهلا جلس في بيت أبي وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقة، قل لنفسك أنت اللي قاعد على مكتبك، لو أنا كنت قاعد في بيت أبويا وأمي كان ينفع الراجل ده يجيب لي الهدية دي ويجيبها لي البيت؟ لا مش هينفع، يبقى بطل الرشوة، يبقى توقف عن الرشوة، يبقى أقف اثبت بقى في الشهور دي عشان تأتيك الرحمة القادمة في رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير، ألقاكم في الحلقة القادمة وحلقة جديدة من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.